عليكم، سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. موعودين برحلة ممتعة مع الكابتن عبد العزيز، طالعين من جدة الآن الساعة تقريبا 12:30، طالعين لينبع، وأنا والكابتن عمار، ونلقاكم بكرة إن شاء الله في الغوصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، وصبحنا اليوم الأربعاء. موعد رحلتنا إن شاء الله مع الكابتن عبد العزيز السليماني من ينبع. إحنا الآن طبعا حركنا من جدة والآن وصلنا ينبع ولله الحمد، الساعة 1:30 الآن. معايا طبعا الدايف ماستر مراد الظاهري. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن الساعة 1:15 وححرك على ينبع الصناعية، وبالتحديد إلى مرسى البثنة عشان حنسوي رحلة غوص. كونوا معنا، تابعونا على اليوتيوب، وتابعونا على الانستغرام، وتابعونا على جوجل بلس. السلام عليكم، صباح الخير. حاليا الساعة 5 عندنا في ينبعنا، نحن رايح المرسى حقابل الشباب، شباب حلوين جايين من المدينة وجايين من جدة وجايين من الرياض، نشوفكم هناك. مع إشراقة يوم جديد يوم الأربعاء، نقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اليوم هناخدكم في رحلة وشباب جدد حلوين يستاهلوا أنكم تشوفوهم. هنجي نتعرف على أول واحد. مين معايا؟ مؤمن. من فين ما شاء الله جيتنا؟ من مصر. من مصر. طيب، طبعا هذا اللي سويت معاه مشكله اليوم. هلا حياك الله، صباح الخير. مين معانا؟ عبد الله جبر. عبد الله جبر جايك من مكه مخصوص. جابر من مكه؟ ايوه ما شاء الله والنعم، والله والنعم. طيب الله. ومين هذا اللي كذا بالنظارات الشمسيه؟ ماجد. ماجد البخاري. ماجد البخاري من جده ولا الرياض ولا من جده؟ من جده دوبنا وصلت. ما شاء الله، الحمد لله على السلامه. نواصل معاكم الشباب مع الاسمر الحلو. ها؟ صح؟ مع الاسمر الحلو. طيب عمار الشغالي زيك ما شاء الله، انس الحمد لله على السلامه. الله يسلمك على لسه ترى ما غلبوا، حنواصل معاكم. معانا الشاب الظريف هذا ابو نظارات وقبوع، زين تركستاني من جده. من جده احفظوهم عشان تعرفوا فين، اذا كان تبغى احد مثلا عدنان تركستاني يروح بجده على طول. صحيح. طيب نجي نشوف معانا الاخ الكريم. السلام عليكم. محمد عمر، محمد الرياض، مصر. مصري. هذول جوا الساعة 4 وجلسوا الين حالياً الوقت 7:47 حننطلق. 8 الا ربع يلا. ومعانا مراد الظاهري من جدة. ظاهر هو أهم شيء، إنه ظاهر. إي ظاهر، نعم، ما يحتاج. إن شاء الله اليوم حنشوف غوصة جميلة مع الكابتن. طيب ونجي مع آخر واحد، لسه مو آخر واحد والله، في ناس كثير هناك. صراحة مميز مميز، أنا عجبتني الطاقية. الله يعطيك العافية. الله عيونك الله يعطيك العافية. يحيى العسيري، غواص من جدة. سمعنا كثير عن ينبع، فرصة اليوم أن نستكشف. ترى على فكرة كابتن معتز بري، على فكرة سمعت أنتم بالكيك الطازة اللي طالع من الفرن؟ فهذا لسه مدرب طازة طالع من الفرن. معانا قبل الاخير احمد شيخ، هو طبعا الاصل من المدينه بس هو عايش هنا في ينبع، صح ولا لا؟ مظبوط، من معلوماتي. صح. طيب نجي نشوف، طبعا هذا مو وجه جديد، صورت معاه ودائما ينزل معايا في الغوصات حقتي، مصور وانا اصور معاه، كل واحد يصور الثاني. المتعه والتوثيق مع كابتن معتز. الله يسعدك. الله يسعدك. مين معانا؟ بس عرفهم بنفسك عشان الناس تنسى. يوسف حميد ابو عبد. طيب طبعا هو من الرياض بس دائما يجي ينبع. الله يسعدك. ومعانا طبعا قائد الرحله السواق حقنا، هو طبعا مين؟ محمد ضيف الله السليماني، هو اللي حيوزينا وقلاوه. المهم كونوا معنا وتابعونا في كل جديد من حلقات رحلات مع سكوبا دايس.
برنامج معكم عبد العزيز السليماني مدرب غوص. طبعا يا شباب احنا في منطقه اسمها السبعه، خواجه يسموها سيفن سيستر. السبعه دي فيها سبع قطع، احنا ثاني قطع من السبعه اسمها القلاوة. السبعه دي دائما تيارات، دائما فيها قروش، دائما فيها ديت، كل السبعه فيها ديت. منطقه جدا نظيفه جدا، الخواجه المجهوله اللي عندنا. يلا وداعية يا شباب، وداعية يلا يا شباب.